اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة من عطاء محمد في حياة اهل الريف. متابعين قناة من عطاء محمد في حياة اهل الريف، النهاردة مع المهندس مؤمن حجاج، فيديو تخطيط الارض. والجرار نصر 60 موديل 79، استلام الحاج حجاج، استلام جد الحاج عبد الوهاب ابراهيم وقرار الحاج حجاج. الله عليك حاج مؤمن، منور يا باشمهندس ابو سعيد، منورين يا رجاله والله. انت مش عاوز التخطيط غويط؟ لا تمام كده. حلو كده؟ وعاوز التخطيط خفيف. حبيبي يا باشمهندس محمد سعيد. ما شاء الله. مش منزل خطات قوي. بسم الله ما شاء الله عليه شغله، كسرها ربنا يحفظه. الجرار ده 79 استلام صحابه برضو، الجرار 60 78 برضو استلام صحابه، هما الاثنين في البلد بس استلام صحابه، عدوا دلوقتي عند صحابه 78 79 واحسن جرارين في البلد. السلام عليكم. الله ينور يا باشمهندس مؤمن. الله ينور يا باشمهندس مؤمن. لا ما شاء الله. بغوط الخط او عشان الذره ما يغيبش في الطلوع، يا دوبك عامل قشاير عشان اذا الذره حكومه والذره غالت قوي غاليه، فهو هيزرعه بالحبه كده، فبيغوطوش قوي عشان ايه لما يزحفوا يزحفوا وش واحد بزحافه خفيفه يقوم الذره ما يكتمش فيطلع بسرعه ما يغيبش في الطلوع.